أهلا بكم من جديد. أعلن وزير النفط والغاز دكتور محمد زايد عوض أن وزير الطاقة البيلاروسي سيقوم بزيارة إلى البلاد في 27 من شهر فبراير الجاري، وذلك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه إبان زيارة الرئيس البيلاروسي الأخيرة إلى الخرطوم. وأطلع الوزير الخميس النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بمكتبه بمجلس الوزراء على موقف إنتاج المشتقات البترولية، ووجه النائب الأول بزيادة الإنتاج في مجال النفط بجانب عقد اجتماع خاص بالوقوف على موقف الإنتاج النفطي والتحديات التي تواجهه، خاصة في ظل التحسن الذي طرأ على أسعار النفط عالميا ورفع العقوبات عن السودان. أكد مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد حرص السودان على تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بما يحقق المصالح المشتركة بين السودان والدول العربية في المجال العقاري. وبحث سيادته لدى لقائه الخميس بالقصر الجمهوري برئيس الاتحاد أحمد علي سويدين بحضور دكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، بحث سبل تفعيل أنشطة الاتحاد في السودان، وذلك عبر تخصيص الأراضي وتوفير التشريعات والقوانين اللازمة لذلك، وبالتشاور أيضا مع الجهات ذات الصلة، وترتيبات انعقاد المؤتمر العقاري العربي بالخرطوم في الفترة المقبلة بمشاركة مؤسسات عقارية محلية ودولية. وفي ذات السياق، وعد رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري دكتور أحمد علي سويدين بالمساهمة في توفير السكن بالسودان وإيجاد حلول لمشاكل السكن الرأسي وتوفير التمويل للعقارات. سعدنا بهذا اللقاء، تم مناقشة كل الأمور التي تهم الاتحاد العربي وتفعيل عمل هذا الاتحاد في جمهورية السودان وفي الدول العربية بشكل عام. حقيقة بحثنا خاصة موضوع الإسكان ما دون المتوسط أو اللو كوست هاوس، وكيف نستطيع أن نفعل هذا العمل، وكيف سيتم تخصيص الأراضي من جمهورية السودان، وكذلك ناقشنا موضوع تمويل هذه الأسكان، يعني كيف سيتم تمويل في ظل أن القوانين اللي في جمهورية السودان لغاية الآن تمنع ذلك، لكن صار الاتفاق على بعض النقاط التي قد تساعد في رفع جزئي يمكن على الموضوع هذا، وبحثه مع بصفة أكثر دقة مع المختصين. ونحن كذلك في الاتحاد واجب علينا أن احنا من خارج جمهورية السودان نبحث عن شركاء لإنشاء شركة تمويل مثلا عقاري، أو من خلال البنوك اللي هي الأجنبية اللي من خارج السودان موجود. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية الخميس مستقرا عند 3236.013 نقطة، وارتفع كل من حجم التداول من 68262 إلى 14,553,623 جنيها، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 21.220%. كما ارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 4069 ورقة مالية إلى 87,747 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 2056%. وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 5 صفقات إلى 156 صفقة، وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم كل من بنك فيصل الإسلامي السوداني عند 5 جنيهات، وبنك الثروة الحيوانية عند 0.09 جنيه. وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقر سعر عدد 7 إصدارات من إجمالي عدد 7 إصدارات تم تداولها اليوم. أوردت نقطة التجارة السودانية في نشرتها الخميس أسعار السمسم الأبيض وارد السودان بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعره 1250 دولارا للطن المتري، وبلغ سعر السمسم وارد إثيوبيا 1250 دولارا للطن المتري، فيما بلغ سعر سمسم تنزانيا المخلوط 1000 دولار للطن المتري، وبلغ سعر سمسم نيجيريا المخلوط 1080 دولارا للطن المتري، بينما بلغ سعر سمسم الهند الأبيض 977 دولارا للطن المتري الواحد.
أكدت اللجنة العليا لمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي أن الدراسات أثبتت أن السودان يمكن أن يسهم في سد الفجوة الغذائية العربية في بعض السلع الأساسية بنسبة 100%، خاصة في مجالات اللحوم والألبان والزيوت النباتية. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بحضور عدد من الولاة والوزراء المختصين. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور عبد الرحمن درار في تصريح صحفي إن حكومة السودان قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرة، حيث أعدت رؤية وطنية تمثل المرجعية الأساسية للمبادرة. نبقى الآن مع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وذلك حسب ما ورد من بنك السودان المركزي لليوم.